السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم ايماني التعريفية. اليوم عندنا فيديو جديد ان شاء الله، فيديو ديال عيد المولد النبوي اللي تعطل شوية، ما حطيتوش لكم فوقته غير شي ظروف وصافي. حتى اليوم ان شاء الله عاد كملتو وحبيت نشاركو معكم الغديوة ديالنا ديال عيد المولد النبوي وعوشكم مبروكة. كيف ما كتشوفو بدينا كنوجدو في الغداء، درنا اللوزة هو سبقنا به، بعد ما قليناه درنا يتصفى هكا فوق هاد ورق المطبخ. وانا كنت ديجا درت الفلفلة الحمراء والخضراء، درتهم فوق البوطة شويتهم، ودابا قطعتهم هكا كيف كتشوفو، غادي نردهم بلاتي شوية في الزيت وغادي نزين بهم به الرز ديالي كيف غادي تشوفوا معنا. المهم يا البنات خليكم معنا باش تشوفوا شنو درنا وشنو وجدنا لهذا النهار هذا. بعد ما سلقنا الرز كيف ما شفتوا معنا، دابا سلقنا الخضره، ما حبيتش نطول عليكم. درت البطاطا تسلقات في الماء، وحتى اللوبيا الخضراء كيف كتشوفوا. دابا غادي نبداو نوجدوا في السلطه ديالنا ديال الرز. ها هي اختي كدير الطون هكا، كتصفيه من ديك الزيت اللي فيه، اللي من بعد غادي نحتاجوها. غادي نحاولوا نديروا الطون هو الاول، ومن بعد المايز، ومن بعد غادي تدوز اختي باش توجد لينا واحد لاصوص كديرها للسلطه باش كتحافظ على المذاق ديالها وكتحافظ حتى على الشكل ديالها. كيف كتشوفوا هو المايز والطون هاو مجمعتهم مع الرز، تخلطهم مزيان كيف كتشوفوا. ودابا غادي تدوز باش تقطع الربيع كيف كتشوفوا. هي من بعد ما قطعت الربيع وجدت هاد الزيت هادي، درت فيه شويه ديال الملحه، هي ديال الابزار، هي باش غادي تسقي بها الخضره المسلوقه. هي الفلفله اللي كنتو شفتوها معنا في البدايه بعد ما دوزتها في شويه ديال الزيت ودابا درتها باش تصفى. هي الخضره الخيزو مسلوق، وحتى اللوبيا الخضراء حتى هي مسلوقه في الماء. غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو ديال طريقه سلق الخضر بالطريقه الصحيه اللي كنخليوها تحافظ على الشكل ديالها وحتى على المذاق ديالها. هي باقا كتقطع في الربيع كيف ما شفتوا معنا. ودابا غدوز باش توجد البطاطا بعد ما سلقناها في الماء مع شويه ديال الملحه. المهم يا البنات غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو الطريقه الصحيحه لطهي الخضر، لسلق الخضر عفوا، باش تحافظ على الشكل ديالها وحتى على المذاق ديالها. كتبقى هكاك خضره وفي نفس الوقت كتحتفظ بمكوناتها الغذائيه كيف كتشوفوا. غادي تستمر هكا تتسالي، وانا غادي ندوز باش نوجدوا التوصيل ديال الخضره او عفوا ديال الفواكه. هو الوالده وجدته لينا من بعد. دابا اي حاجه كنوجدوها كنحطوها على جنب باش نحاولوا نساليو دغيا. هو التوصيل ديال الفواكه هو هي وجدته. دابا غادي نرجعوا عاوتاني للسلطه ديال الرز كيف كتشوفوا. كدير فوق منها المايونيز بعد ما خلطت جميع المكونات ديال الفلفله وديال المايز والثوم، كتخلطهم هكا كيف كتشوفوا معنا. غادي تقدمهم في الطبق ديال التقديم. دير الرز بالطريقه التقليديه وتحطو عادي. درتو هكا في التلافه، درتو في هاد الصينيه هذه التوصيل اللي غادي ناكلو فيه هاد السلطه هذه. ودابا غادي تدوز باش توجد البطاطا اللي شفتوها معنا ملي كانت كتقطعها. هي عفوا هي لاصوص اللي وجدتها، زيت مع الربيع مع شويه ديال الكمون والملحه والابزار. غادي تسقي بها البطاطا المسلوقه كيف كتشوفوا. هاد وكدير حتى الحامض. هاد لاصوص البنات كتعطي واحد المذاق زوين بزاف للخضره المسلوقه. بالنسبه لهذوك اللي ما كيعجبهمش الخضرات المسلوقه، بالعكس هاد لاصوص هادي كتعطي لها واحد المذاق بنين بزاف. غادي تستمر بحال هكا كيف كتشوفوا حتى تسالي كاع المكونات اللي عندنا. درت البطاطا على الجوانب وهي كتسقي حتى خيزو. هاد لاصوص هادي كتسقي بها جميع الخضر اللي كاينه عندنا. تقدروا تضيفوا حتى الباربا، حنا ما درناهاش، ولكن نتوما تقدروا تضيفوها وديروا عليها هاد لاصوص كيف كتشوفوا. رسقت بها الخيزو حتى اللوبيا قدمته على هاد الطريقه هادي كيف كتشوفوا.
ودابا غادي ندوزو نشوفو الدجاج اللي كان ديجا وجدته الوالدة وطيبته في الماء مع البصله بالطريقه العاديه. هو من بعد ما طاب الدجاج دارتو يتقطر من الماء، ودوك الكبده وداكشي ديال الدجاج كيف كتشوفو هو حطاتو باش يتقطر من الماء، وغادي تدوز باش تقليه. خليكم معايا. بعد ما دارت الزيت على النار تسخن كيف كتشوفو، هي بدات قلات كتقلي الدجاج كيف كتشوفو، راه كلشي تقريبا واجد، بقى لينا غير الدجاج يتحمر في الزيت على هاد الطريقه. هادي هو طاب واحد، بقى ليها الثاني، وغادي نوجدو الطبله ديال الغداء ديال المولد النبوي ان شاء الله. حتى هذا قريب يسالي وغادي تشوفوه معنا. هما بعد ما سالت الوالده درتهم يتقطروا من الزيت، ودابا غادي نحطو اول حاجه التوصيل ديال السلطه. هي اختي باقا ما سالتش التزيين ديالو، كتزينو هكا بقشور ديال المطيشه، وحتى ديك الفلفله اللي شاطت ليها شويه من ما خلطتهاش مع الرز خلاتها دات هكا على الجوانب. انا كتعجبني الزيت ديال الطون، كنسقي بها شويه الخضره. وبعد ما قلات الوالده الدجاج، دابا غادي تمشي تكمل على البسطيله ديال الحوت كيف كتشوفوا. كنت ديجا شاركت معكم البسطيله ديال الدجاج، غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. دابا درت لينا اليوم البسطيله ديال الدجاج، عفوا البسطيله ديال الحوت مع الدجاج المقلي ومع السلطه ديال الرز. اليوم تهلات فينا الوالده هي واختي، حيت اليوم العيد مولد النبوي، حنا كيعجبنا هكا الواحد يدير غديوه زوينه وتجمع مع العائله ومع الاسره. كيف كتشوفوا راه كتست في الورقه هكا. بعد ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو على الطريقه اللي كتستعملها الوالده في البسطيله ديال الحوت. المهم دابا غادي تسالي وغادي تدخلها للفران ونعاودو نتلاقاو. قالت لي الوالده، قالت لي الوالده ما تنسيش تذكري ليهم باللي راه كدهنها بصفار ديال البيض. كيف كتشوفوها هي كدهنها بصفار ديال البيض، عاد غادي تدخلها الفرن غادي تحمر، وغادي نمشيو نتغداو ان شاء الله. خليكم معنا. بعد ما سالينا الدجاج طاب وحتى البسطيله طابت، دابا غادي نجلسو باش نتغداو ان شاء الله. كيف كتشوفوا هي غادي نسبقو بالتوصيل ديال الشلاده او السلطه ديال الرز. كيف كتشوفوا هذا هو الطبق الاول. دابا سالينا من الشلاده غادي ندوزو البسطيله. خليكم معنا. هي البسطيله ديال الوالده من بعد ما خرجتها من الفران، بعد ما تحمرات الورقه كيف كتشوفوا فيها واحد الريحه بنينه بزاف. يا سلام مشاهدكم فيه يا البنات، نتمنى تكون عجبتكم. المهم دابا غادي نخليكم باش ندوق البسطيله ديال الوالده. الله يعطيها الصحه وتبارك الله عليها، والله يخلي لكم امهات ديالكم كاملين ان شاء الله، ويطول لهم في العمر وعواشركم مبروكه. اجمل حاجه في العيد المولد النبوي هو التجمع ديال العائله وديال الاسره مع وقت الغداء ولا العشاء، كل واحد شنو كيفضل. المهم بعد ما كلينا الشلاضه وشويه ديال البسطيله، دابا غادي ندوقوا شويه ديال الدجاج. كيف ما قلت لكم اليوم الوالده برعاتنا تبارك الله عليها، الله يعطي لها الصحه. دارت لينا البسطيله ودارت لينا الدجاج، ها هو التبصيل ديال الدجاج غادي ناكلوه ان شاء الله. مرحبا بكم تغداو معنا، وشكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم وعلى التعليقات ديالكم اللي كتفرحني، شكرا لكم بزاف. واخر حاجه غادي نختموا بها هي الخضره، او عفوا هي الفاكهه. كيف كتشوفوا الوالده هي اللي وجدت هذا التبصيل هذا.
المهم يا البنات، نتمنى يكون هذا الشيء ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. كنتسنى تعليقاتكم اللي كتفرحني، وشكرا لاي واحد خلى لي تعليق زوين. شكرا لكم وبارك الله فيكم، ويدوم التواصل ان شاء الله. والى هنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى يكون هذا الشيء ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. واللي باقي ما اشتركش كنتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد باذن الله. والى هنا خليتكم في حفظ الله ورعايته، والى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.